نرجع للمكرونه. عايز اعملها بطريقه حلوه حلوه حلوه. قشر الليمون، شطه، بهارات سمك، كمون، زعتر، كرفس، كرات، ثوم. بصوا، حبه قحابيش غير كده بعده مفيش. اهم حاجه عندي بقى ادي الليمون وادي الخل. قال لي يعني لما تيجي تقليها يا ناصح الفرسه دي مش هتقع منك؟ اكيد هتقع. الاستفدنج بالانجليزي، والفرسه دي يعني فرستنا. الحشو يا باشا كله انا بحافظ على الحشو الداخلي. بريحهم كده في الدقيق شوية كده. كده ببل شوية ميه